طيب عندنا الاصوات الذهبيه. لا يا اورنس ايش فيك؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ ارجع. طيب عندنا الاصوات الذهبيه وتصويت الاصوات الذهبيه اللي من بدايه البرنامج موجودين، اعطوني اياهم. اول صوت ذهبي نشوفها يلا مع بعض. يلا بسم الله. ساره الصوت الذهبي. ساره اهدي النقاط في فقط مستثمر للمسابق او اللاعب اليوم مسط جبلي. طيب الصوت الذهبي الثاني اعطونا نشوف الصوت الذهبي الثاني شويش شويش. الصوت الذهبي اهدي المتسابق زاد بن سابر. وقفل الكاميرات قفل الكاميرات لو سمحت قفل التلفزيونات. برافو. اللي بعد اعطونا الصوت الذهبي اللي بعده. الصوت الذهبي الثالث معنا اليوم مين؟ من جدل اهدي النقاط في فقط المستثمر الى المتسابق واللاعب معنا اليوم ياسر القحطاني اللي هو زود الكره. جوي يا ابوي جوي وربي وليد على قلبي وربي على طيف بدايتي وربي انكم على قلبي كله. طيب خلاص يا شباب واحد الصوت واحد الصوت واحد الصوت. وقف الايتام بمدينه خير الانام الوقف الغالي على قلوبنا ودينا احد يتكلم عنه. عبد الله الفريدي. شباب 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 اعقلوا شباب. الله يعطيكم